السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء، وكل سنة وانتم طيبين، سنة جديدة وطبعا عام جديد على عملنا شهيد. يا رب تكون سنة سعيدة علينا وعليكم، يا رب تتحقق فيها كل أمانينا. والحقيقة إن كل سنة بتعدي من عمرنا بتقربنا أكتر من أجلنا، فالمفروض ناخد بالنا من الوقت اللي بيعدي ونركز على العمل الصالح في العمر اللي باقي وفي الأوقات اللي جاي. برحب بضيفنا الشيخ أحمد الملكي من علمان الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحة رب. وسنة كده تبقى كلها خير وبركة وستر وصحة ورزق علينا يا رب. نسأل الله أن يبارك في أعمارنا يا رب العالمين، وإني يجعل القادم أفضل بإذن الله تعالى. ادعينا بقى يا شيخ أحمد تبقى سنة حلوة علينا كده يا رب، وكلها خير ورزق يا رب. يعني أنا يعني إذا أردت أن أدعو فأنا أدعو الله عز وجل كما ندعو دائما وأبدا، فزي ما حضرتك بتقولي كل يوم يعني هو ينقضي من أعمارنا، لكن اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومجدك. اللهم يا ربنا ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم بارك لنا فيما بقي من أعمارنا، واغفر لنا يا ربنا ذنوبنا، واستر يا مولانا بكرمك عيوبنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا أن تقربنا منك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب زيادة القرب منك، اللهم إنا نسألك يا رب زيادة في القرب منك. اللهم يا ربنا استرنا، اللهم استرنا، اللهم استرنا، اللهم استرنا، اللهم استرنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تسبل نعمة الستر والصحة والعافية على بيوتنا. اللهم يا ربنا اجعل هذا العام خيرا مما سبق يا رب العالمين. اللهم اجعله عاما مليئا بالرضا والسعادة والبشر والسرور. اللهم يا ربنا، يا ربنا مسكنا بالإسلام حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم اشف المرضى، اللهم ارحم الموتى، اللهم اشف المرضى، اللهم ارحم الموتى، اللهم اشف المرضى، اللهم ارحم الموتى. نسألك يا ربنا، يا ربنا أن ترفع عن مصرنا وبلادنا الغلاء والوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين. نسأل الله عظيم المنة أن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة. والحمد لله ختاما وابتداء، ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا رب تقبل. طيب احنا في السنة الجديدة عايزين نتكلم على أهمية الوقت. الوقت ده زي ما بنقول كل يوم بيعدي، هو بيعدي من عمرنا، كل سنة بتعدي هي بتعدي من عمرنا، وإحنا ممكن نكون مش حاسين بأهمية الوقت ده. اللهم لك اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا، اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. يعني أنا عندي إشكالية كبيرة جدا في كثير من الناس اللي هما ما بيقفش وقفة حساب مع النفس، إن هو مش قضية أني خلاص بدأت سنة جديدة وفرحانين وبتاع. الإشكالية أكبر من ذلك يا أستاذ دعاء. قضية ماذا فعلت أنا في عمري؟ عمري ده اللي أنا هسأل عنه يوم القيامة. وأنا كنت باجي كده بنشوف بعض يعني الناس يجي يقول والله هذا العام أنا قرأت الكتاب كذا وعملت كذا وكذا وكذا وكذا، حققت من أحلامي 1 2 3 4 الأهداف اللي أنا كنت حاططها قدامي نص بعيني، فأنا حققت منها ده، أشوف اللي أنا محققتش منه ففي قصور شديد جداً، فببدأ أحاسب نفسي على القصور. أنا واحد من ضمن الناس كان عندي هدف من 2016 إلى أن لم أحقق، فقاعد عمال أحاسب نفسي اللي هو حساب الملاكين زي ما بيقولوا، فضيعت من عمري حوالي 6 سنوات عشان أحقق الهدف ده، ما عرفتش أحققه إلى الآن. ده طبعا بالذنوب، يعني ده بسبب الذنوب وسبب ارتكاب الخطايا والمنكرات، نسأل الله العفو والعافية. لكن الإشكالية كبيرة جدا إن كل ساعة بتمر طول ما أنا بقرب أكتر من القبر. يعني أنا امبارح كنت فرحان، بس خلي بالك أنت فرحان، الإنسان يفرح بعمله الصالح، لكن لما يكون هو أساء العمل دي إشكالية كبيرة جدا. طيب ربنا يوم القيامة هيسألنا عن العمر ده وهم يصطرخون، شوف اللي بيقول عن يعني أهل النار، نسأل الله أن يعافينا رب العالمين ونسأل الله عز وجل رضاه والجنة، يقول وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. دي إشكالية كبيرة جدا.
فربنا يقول لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وأدام نهاية عمر الإنسان الموت، فالإشكالية هنا إن كتير من الناس بقى يقول أنا عمري يطول يقصر. لا، لما إذا كانت النهاية المحتومة هي الموت فمفيش فرق بين طول العمر وقصر العمر. في النهاية احنا سنموت ونلقى الله عز وجل طبعاً. وربنا هيسألنا عن كل دقيقة من دقائق الحياة، لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 4 أو عن 5، ومن ضمنها عن عمره فيما أفناه. عمرك ده وديته فين؟ ولذلك الشاعر كان يقول دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. هي في النهاية شوية دقائق شوية ثواني، إمتى عمرها بالبركة؟ هي دي القضية. عارفة أهل الجنة بيتحصروا لما يدخلوا الجنة، فسيدنا النبي يقول لنا كده عليه الصلاة والسلام. فكتير من الناس فاكر أن الحسرة تصيب أهل النار فقط، يعني أهل الجنة بيندموا على حاجات، بيندموا عن أنهم دخلوا الجنة. يعني كتير من الناس بيتمنى بس يدخل الجنة، لكن سيدنا النبي يقول ليس تحصر أهل الجنة إلا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله فيه. أنا أتمنى على السادة المشاهدين، بل أرجو من السادة المشاهدين، ودي نصيحة لي أنا وللسادة المشاهدين ولحضرتك وكل من يشاهدنا الآن، أني من أول يوم في السنة دي أنت بتحاول تعمل لنفسك عندك أهداف. أقعد شوف أهدافك إيه هذا العام، أقسم الأهداف بتاعتك إلى أهداف مرحلية، شوف إيه النقص اللي عندك فتبدأ تعالج هذا النقص، شوف أنت محتاج إيه، تحاول بقدر الإمكان تصل إلى ما تطمح إليه. أنت إنجازاتك هتكون إيه هذا العام؟ الإنجازات تكون على المستوى الشخصي والمستوى المحلي اللي أنت عايش فيه، ثم على مستوى الدنيا. يعني اوعى تقول هو أنا هبقى إيه، لا، كان ربنا يقول لنا وجعلنا للمتقين إماما. كان أحد الصالحين يقول من استطاع منكم أن يكون إماما في نفسه فليفعل، ومن استطاع منكم أن يكون إماما في بيته فليفعل، ومن استطاع منكم أن يكون إمام الدنيا فليفعل. طيب احنا نبدا ناخد تليفونات مستنيانا. شيماء اهلا وسهلا. شيماء معايا؟ الو. ايوه حبيبتي اتفضلي. لسه ازيك يا حبيبتي، اهلا وسهلا. لو سمحت انا عايزه اكلم الشيخ. اتفضلي. اتفضلي يا فندم تحت امرك. الو. اتكلمي يا شيماء. تحت امرك. لو سمحت يا شيخ حضرتك، انا دايما بقالي فتره تعبانه ومخنوقه يعني نفسيتي فعلا متدمرة. ايوه، ايه المشكلة اللي انت تعرضت لها؟ ما في، ما اعرفش والله، لدرجة ان انا يعني حتى في بيتنا مش بتكلم. عندك كام سنة؟ 24. يعني مخلصة تعليمك كده؟ اه. مخلصة؟ اشتغلتي؟ لا. طب ما حاولتيش تشتغلي؟ لا ما حاولتش. بصي يعني وانا كل ما اتقدم على شغل ما اعرفش، ما بتخنق، مش بقدر اروح. واتخطبتي؟ لا ما اتخطبتش. طيب ما هو انت اكيد زهقانه، ما عندكيش اي حاجه تشغلك في حياتك صح؟ نفسيتي بجد تعبانه. ايوه طبعا، شيء طبيعي. بتصلي؟ بصلي الحمد لله، وبصلي قيام ليل وبقرا قران. بتفكري في ايه؟ طيب ايه اللي شاغل تفكيرك؟ بتفكري في ايه؟ طيب هو الخط قطع تقريبا. طيب بص يا شيخ احمد، هي حياتها فاضيه، فشيء طبيعي ان هي ممكن تحس ده يكون بالملل. مترتب اصلا على شيء حصل، اللي هو الضغوط النفسيه اللي بتحصل وما بيقدرش الانسان يطلعها، فبيبقى عنده بقى في اللا شعور، عارفه اللي هو يبدا الكبت وما الى ذلك. أيوه. ثم بعد ذلك لما يكبر هو عنده ضغط نفسي ومش قادر يتخلص منه على الاطلاق. يعني هو مش قادر يتخلص منه على الاطلاق. هو مش قادر يتخلص منه لعده اسباب. في ثلاث جهات كده بتبدا، زي ما بيقولوا الجهه الخارجيه اللي هي بتبدا، اللي هو الانذار، اللي انت عندك ضغوط نفسيه فانت مش عارف تعالجها. طب انا هعالجها ازاي؟ اللي هو بملء الفراغ. انا عندي فراغ في حياتي فانا عاوز املا الفراغ اللي موجود في حياتي. طب لو ما حصلش ده ايه اللي بيحصل؟ بيحصل اني شويه بقى الانذار المبكر بقى من الخلايا اللي بتبقى موجوده في الجسد تبدا تقول له خلي بالك ان الضغط ده هيسبب ليك ضغط، هيسبب ليك توتر، هيسبب ليك اكتئاب، هيسبب ليك مش عارف كذا. لو ما قدرتش تتفاعل مع ده فيبدا بقى قضيه المقاومه، ثم بعد ذلك بيبدا قضيه الانهيار للصحه النفسيه.
فبالتالي هي تعمل ايه؟ تملى الفراغ بتاعها. الحاجه الثانيه ان هي تحاول قدر الامكان ان هي تشغل نفسها اولا بالطاعه، الحمد لله هي بتقول يعني بالصلاه وقيام الليل وما الى ذلك، لكن القضيه مش كده بس، قضيه فاذا فرغت فانصب، هي دي القضيه. صليت، طب وقت بقى الفراغ ده هتعمل فيه ايه؟ هي لازم تملى حياتها بالفراغ ده. ام ايهاب اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا استاذه دعاء، عامله ايه؟ اهلا يا حبيبتي، اهلا وسهلا. اكلم الشيخ بفضلك. اتفضلي يا فندم، تحت امرك. بقول لحضرتك انا معايا عربيه اجره. عربيه ايه؟ عربيه ايه؟ عربيه اجره. ايوه ايوه تمام. العربيه اللي هي تعطلانه عايزه تصلح وعايزه تجدد اوراق يعني المرور. فانا ما عنديش ان انا اعملها، ان انا اجدد لها او اعملها، ودي بتصرف على ايتام. وما بص ما في اشد الاحتياج ليها، وما فيش خالص خالص ان انا اعملها. ففي واحد عايز يعملها وياخد يعني نسبه وبالشهر وكده، فهل ده حرام ولا حلال؟ حاضر يا فندم، حاضر. بس انا محتاجه لها جدا جدا جدا. يعني هو يعملها مثلا، تتصلح مثلا بمبلغ 5000 وهو ياخد 7000؟ لا هو ما قالش النسبه لسه، هو قال على حسب ما تتكلف. ما يعني برضه مش فاهم يعني ايه حسب ما يعني ايه كلفت 5000؟ يعني مثلا لو عملت، لا المرور غالي طبعا، المرور تعدي ال 10 يعني. ماشي. فرضا انا بفرض هي فرضيه. هي بتقول عايزه تتصلح وتترخص. تمام ماشي. ايوه هو كلفها 10000 فقط مثلا على سبيل المثال. ده مثال. أيوة. مثال. أيوة. مثال. هو هتردي له ال 10000؟ لا ولا بزياده؟ طبعا شراكه. شراكه بزياده بالشهر. هيخش بقى هيخش يعني معاكي شراكه مثلا ولا ايه؟ لا لا مش شراكه، عايز يمضينا مثلا على وصف ان احنا عندنا مبلغ كذا وهياخد بالشهر. ازيد يعني، ازيد دين يعني، هيسلفك. زي شغل كده، هو بيقول زي شغل، فحرام ولا حلال؟ حاضر يا فندم، حاضر حاضر. رد عليا الله يبارك لك، بس انا في اشد الاحتياج ليها يعني. حاضر يا فندم، حاضر. شوف يا استاذ، يعني هو قضيه بس اللي الناس اللي هو قضيه الاستغلال، يعني من استطاع منكم ان يقرض اخاه فليفعل. بس القرض اللي هو القرض الحلال حسن، اللي هو القرض الحسن اللي احنا بنتكلم عليه. لكن اللي انت تقرضها تقول والله انا هصلحها، هو ده قرض. قرض ايه؟ بيتكلف بقى زي ما تتكلف 10000 15000، وبعدين في النهايه انا هاخد كذا. لكن لو في حاله ده لا يجوز شرعا. لكن في حاجه تانية بقى اللي احنا ممكن نبقى ليها مخرج، اللي هو ايه؟ والله يا حاج انا هاخد لك العربيه على راي شغل الصناعيه ده، انا هروق عليها وتتكلف بقى 5000 10000 زي ما هتطلع. هقول لحضرتك والله تكلفك كذا، شوفي حضرتك هتديني المصنعيه اجر شغلي وتعبي واللي انا يعني فضيت من وقتي ومش عارف كذا، مبلغ معين، مبلغ مقطوع على ايه؟ على شغل وتعب و الى اخره. خلاص كده انت اللي هتقدري يا حاج، مش انا اللي هقدر، او بحسب الاتفاق فيما بينهم اللي انت والله بتكلف 10000 خد ال 10000، مصنعيتي انا ايه بقى؟ حقي انا ايه؟ تعبي، الفراغ بتاعي، رحت وجيت ورخصت وبتاع، فده وقت، فانا باخد اجره على هذا الوقت. فلو بالطريقه دي وبالحاله دي يبقى دي ممكن مخرج طيب، بس اللي هو 10 هاخدها 11 او 12 بالطريقه دي، هذا قرض جرى نفعا، فهذا لا يجوز. نعم ماشي. بسمة اهلا وسهلا. بسمة السلام عليكم. قولي سؤالك سريعا يا حبيبتي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت ممكن اختار من فضيلة الشيخ. اتفضلي يا فندم. بس وضحي وضحي الكلام شوية بس. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، انا اللي كنت كلمتك مرة قبل كده وقلت لك انا عايشة مع خالي. تمام اتفضلي. بس معلي صوتك يا حبيبه قلبي، ذكرينا بالسؤال. طيب اتفضلي وقولي السؤال. انا كنت كلمت حضرتك مره قبل كده وقلت لك انا عايشه مع خالي، ودلوقتي اخويا يعني شاد مرات ابويا. انت اللي كنت قلتي عايشه مع خالك وليكي اخ صح؟ أيوة. مش عايشه مع اخوكي؟ ايوه بحشي وراها عايشه مع اخوك وكده، عايشه بيت ابوك. ايوه قلنا لك اخوكي اولى بيكي صح؟ ما انا جيت عايش مع قلت يعني ان انا رايح اعيش مع امه كده، اخويا مسافر، جت مرات اخويا رنت على اخويا وقالت له دخلت شنمتني وزعجت لي في التليفون وعملت وخلت يعني، وانا ما كنتش فهمتها ولا كنت كلمتها. لا لا بص، هو كلامك مش واضح، يعني انت رحتي تعيشي مع اخوكي مراته عملت لك مشاكل؟ لا مش رحت، انا برن على اخويا وبقول له انا هاجي اعيش معاك يعني.
بترن. فمراته رنت عليا وكان مسافر، جيت له اختك رنت عليا وشتمتني وانا مش عايزاها تيجي ومش عايزاها تعيش معايا. فجي خالي قال لي لا ما انتش رايحه هناك، فجيت ارن عليه عشان اقول له ده ما حصلش، لقيته بيكلمني وبيشتمني وقال لي انا ماليش اخوات وبعيد عني يعني هو انسان لا شك انه انسان ظالم، حاولي بقدر الامكان كانه ما صدق ان يحصل اي يعني استعوذي ربنا خيرا يعني، وفي النهايه عيشي مع خالك، لكن حاولي بقدر الامكان اللي انت تحافظي على نفسك، لاني انا على ما اتذكر انت حضرتك قلتي في ولاد خالك موجودين وشباب وما الى ذلك، خلاص انت مالكيش الا ده، عند الضرورات يعني خلاص يعني ناتي المحظورات زي ما بيقول، الضرورات تبيح المحظورات، ولكن حافظي على نفسك قدر الامكان، واسال الله عز وجل ان يسترك وان يرزقك الخير يا رب العالمين، وان يسرك الامر. احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، لكن ده اخ ظالم معانا مشاهدينا. وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر، والحقيقة إن أملي في السنة الجديدة إن كل الحالات المستحقة اللي احنا بنعرضها نقدر نحقق لها المطلوب في أسرع وقت، والدنيا طبعا بقت برد وأسر كتير محتاجة سقف وغطا وحاجات تانية كتير. تعالوا نشوف أول تقرير ونبدأ كلامنا مع الشيخ أحمد المالكي. خلونا نتفق مع بعض اتفاق ونبسط الامور، يا ترى احنا ليه نازلين نصور تقرير زي ده بفريق العمل ده كله بالمسافه اللي قطعناها من القاهره للفيوم؟ علشان ننقل الصوره ونوصل صوت الناس. طيب ده واجبنا احنا في مؤسسه فذكر، يبقى واجب حضراتكم بقى لما تشوفوا وتسمعوا وتتيقنوا من الحاله اللي هتشوفوها ان لو في استطاعه حد من حضراتكم انه يساعد من فضلكم ما يتاخرش. مشوار خير جديد بنبداه مع مؤسسه فذكر، توكلنا على الله. زي ما قلت لحضراتكم احنا في مشوار خير مع مؤسسة فذكر، جايين نشوف بيت الحاجة سعاد ونشوف هي محتاجة ايه. اهلا وسهلا بحضرتك يا حاجة سعاد، اخبار صحتك ايه؟ 100 الحمد لله. 100 الحمد لله. الحمد لله. كلمينا عنك كده، انت عندك كم سنة؟ عندك كم ولد؟ 56. ما شاء الله، ربنا يديك الصحة. الله يخليك. وعندك اولاد قد ايه؟ واحد مجوز بره وجوز قاعدين معانا. قاعدين معاكي، تمام. طيب كلمينا كده عن بيتك، انا شايف مفيش سقف اساسا. مفيش والله. نعمل ايه؟ والله عايلين هم الشتاء ويا داخله والنطره واللوم، عمال نحط عفش وبتاع، بس ما بيحش نطره برضه. ده طبعا في المطر والكلام ده كله بينزل عليكم كتير. والله ده احنا بننزح بالطشوطه. انت مفيش سقف، بتقعدوا ازاي؟ بتقعدوا فين؟ بتعملوا ايه؟ بتخرجوا؟ بنطلع نولع عند حد طابق كده لحد ما بننشف وبنعود تاني. جينا لحضراتكم قبل كده مع مؤسسة فذكر للمكان ده، بس جينا في وقت في وضع غير الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. كان المكان بشكل ودلوقتي بشكل تاني خالص. احنا النهاردة مع الست أم أحمد. ست أم أحمد ست راضية وأقل حاجة ترضيها، لكن أنا هسيبها مع حضراتكم تقول لكم كان الوضع قبل كده إيه ودلوقتي بقى إيه. إزيك يا حاجة أم أحمد؟ بسلامة صحتك. عاملة إيه؟ الحمد لله. قولي لنا شكل البيت قبل كده كان الوضع عامل ايه؟ مش حلو خالص، ودلوقتي الحمد لله يعني عملنا عقد لنا، بس عايزين كان شبك اي حاجه زي كده عقدوه، بس عايزين يعني شبكان يدرقوا من البرد والحاجات دي يعني. طيب انا هقول لكم عقدوه يعني البيت كله اتسقف، البيت بمساحته كلها تم سقف البيت من خلال مؤسسه فذكر، لان انا فاكر في تقرير الحاجه ام احمد كانت بتقول كده لما كان بينزل المطر كنتوا بتعملوا ايه؟ انا والله بنضل نقعد هنا ونقعد هنا يعني، كنا بنتدرق وخلاص يعني. احنا نعمل ده عايزين نساعد ونكبر بخاطرهم،
عشان ربنا يجبر بخاطرنا وبخاطركم. ودايما بقول كده، من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله في جوف المخاطر. مع مؤسسة فذكر، أرقام قدام حضراتكم على الشاشة، حاولوا تساعدوهم وتسعدوهم عشان ربنا يساعدكم ويسعدكم إن شاء الله. احنا رجعنا طبعا مرة تانية وشفنا الحالة وشفنا التقرير، ودايما بنقول انه مؤسسة فذكر بتعمل دراسة للحالات وبتشوف الحالات المستحقة والحالات الاكثر استحقاقا، وزي ما شفنا كده في التقرير الحالات عموما اللي بنشوفها هي بجد بتتكلم عن نفسها. عايزة أأكد ان ارقام تليفون مؤسسة فذكر هي اللي ظهر على الشاشة، مش ارقام تليفون البرنامج. يعني اللي هيتصل بالارقام دي هيتواصل مع المؤسسة ويشوف اذا كان عايز يتبرع لحالة من الحالات ويغير حالها اللي احنا بننزلها، او لأي نشاط تاني من الأنشطة المختلفة لمؤسسة فذكر. اهلا بيك مره تانية يا شيخ احمد. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. امين يا رب، الستر والصحه والعافيه. لا نقول بس ان الارقام ليست هي الفقره، الارقام المخصصه للاسئله والفتاوى. ايوه، برنامج بالدعاء، وانما ده خاص بمؤسسه فذكر، اللي هو اذا ارادوا يعني ان اهل الخير، يعني اذا من اراد منهم ان يقدم خيرا، ان يقدم حاجه، ان يقدم اعانه، فعليه ان يتصل بمؤسسه فذكر. وأعتقد أن الحسابات الرسمية سواء حسابات البنوك أو البريدية أو ما إلى ذلك بتبقى بتظهر على الشاشة، وإنما نحن ندل على الخير. إحنا هنا دورنا اللي إحنا ندل الناس على طريق الخير، فإذا ما وجدت خيرا فقدم خيرا، هتقدم خيرا لنفسك، تقدم خيرا لوالديك، تقدم خيرا لأبنائك، وما تقدمه إيه بقى؟ ها لو أنا قدمت إيه بقى من خير؟ طيب الخير ده هلاقيه فين؟ هلاقيه في الدنيا. طب كويس، بس لا، انت مش هتلاقيه في الدنيا فقط، انت هتلاقيه في الدنيا والآخرة. بس في الدنيا أنا تجده بركة في حياتك، تجده بركة في أولادك، تجده بركة في زوجك، تجده بركة، عارف اللي هو الإنسان يحاط بالبركة. وفي النهاية بقى نجده عند الله تبارك وتعالى، هو خيرا وأعظم أجر. فهي دي قضية جدا. أنا بادئ عام جديد فبقول والله لكل أولادي، لكل ناس عايشة في كل شارع في كل حارة، ها عندهم ناس فقراء، اهتموا بالفقراء واعتنوا بالفقراء اللي هم حتى موجودين في المنطقة بتاعتكم. والله أنا عاوز أتبرع بجزء من مال لعمل بير مثلا، لتسقيف بيت، لإعانة فقير، لتزويج مثلا يتيم وأنا مش لاقي، ممكن تتصل والله على مؤسسة فذكر، حط الفلوس مع إيصال رسمي معتمد حتى تتأكد أن الصدقة بتاعتك دي إيه واصلة. إحنا ندله على خير، لكن لابد أن يصل الخير بطريق الإيه؟ بطريق المشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. يعني خلينا نقول بقى أنا محتاج سنة 23 دي يبقى سنة مليئة بالبركة في حياتي. أعمل إيه؟ أن كل يوم أنا بقول والله أقدم خير. يعني على سبيل المثال أنا عامل 100 جنيه كل شهر، تقول والله يبقى كل يوم كده أنا بحط 3 جنيه كل يوم في صندوق كده مثلا، على سبيل المثال. واحد بيعمل اكتر كل يوم، طب ولادي؟ الم من ولادي واقول لهم يلا النهارده نعمل الخير، كما حدث لابي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه، لما النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قال من اصبح منكم اليوم صائما، قال ابو بكر انا، بيقدم خصال الخير. المره الثانيه من اصبح منكم اليوم من تصدق اليوم، فقال ابو بكر انا. طيب يا جماعه اللي شيع ده الفجر، شيع جنازه، فقال ابو بكر انا. طب اللي عاد مريض، فقال أبو بكر إن أنا. إيه ده؟ مين اللي يقدر يعمل كده في وقت الفجر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ما اجتمعنا في، فعلى الأقل في خصلة، أنا مش هقدر أصوم كل يوم، صح ولا إيه؟ مش هقدر أزور مريض كل يوم، مش هقدر أشهد جنازة كل يوم، لكن أقدر إلا أنا أتصدق كل يوم. نشوف كمان تقرير خير ومؤسسة فذكر ونرجع نعلق عليه. قبل ما تمشي كانت بتقول لنا اوعى تنسوني اوعى تنسوني، كل ما بشوف واحده مع ماما ببقى نفسي ابقى زيهم نفسي ابقى زيهم.
موجودين دلوقتي في أوسين جايين نشوف سماح. باباها ومامتها انفصلوا وهي طفلة صغيرة، الأم مشيت ما نعرفش هي فين لحد دلوقتي، والأب اتجوز ورمى سماح في الشارع. كلمتنا وطلبت مننا نيجي واحنا جايين عشان نساعدها، بس اتفاجئنا ان سماح بتدور على مامتها وحلم حياتها، ان مامتها اللي هي ما تعرفش مكانها فين لحد دلوقتي وتخلت عنها وهي صغيرة تشوف الفيديو ده وتحضر فرحها لأنها وحشتها قوي. ليه عايزة مامتك تحضر الفرح بتاعك وهي سابتك وانت صغيرة ومشيت؟ عشان انا كل ما بشوف وقتها مع ماما بيصعب علي نفسي بحاجات كتير، يعني عشان كده نفسي اشوف نفسي تفضل معايا في الوقت ده. بتدوري عليها؟ دورنا عليها شوية وبعد كده قطعنا، عشان لما لقينا نفسنا تعبنا ومش لاقيين مكان ولا عارفين هي فين، ما حدش يدور تاني. اخر موقف فاكره لها، اخر مشهد، اخر مره شفتيها فيها؟ كانت قبل ما تمشي كانت بتقول لنا ما تنسوني، اوعى تنسوني عشان ده لسه بحبكم. اخر مره وبقت تعيط وهي ماشيه، واحنا لما هي مشت بقينا نعيط عليها، فسابتنا احنا اربعه على فكره، اربعه شقق، ثلاث بنات وولد. انتي باباكي اتجوز ومشيتي وسبتي البيت من عنده من معامله مراته ليكي، ومامتك مشت وفجاه بقيتي في الشارع لوحدك، احساسك ساعتها كان ايه؟ مش عارفه بصراحه، كان احساس غريب، يعني كنت اول مره بتحط في موقف زي كده. لو مامتك ناهد عبد العظيم عبد العزيز او اي حد يعرفها شايفنا دلوقتي وشايفاكي، تقولي لها ايه؟ انا نفسي ان هي تفضل معايا في الوقت دوت، وتبقى زي مثلا امها بتروح لبنتها وتفرش لها الشقه وكده، نفسي هي كمان تبقى معايا. ايه الحاجات اللي انت محتاجاها نقدر احنا نقدم اللي نقدر عليه، والناس اللي بتتفرج علينا اللي يقدر يقدم حاجه في جهاز العروسه يقدم؟ محتاجة ايه؟ لسه ناقص لي التلاجة والغسالة، ولسه ناقص لي بتجاز، وناقص لي حلل، وناقص لي حاجات المطبخ وحواليها حاجات كل الناس. حاجة كل حاجة لسه يعني ما جبتش حاجة. جبتي ايه في اللبس؟ لسه جايبة. جبت ايه في العبايات؟ لسه بلقط فيها ايه واحدة زي واحدة عبايات. طيب احنا هنتواصل مع جمعية فذكر وهنوصل الحالة بتاعت سماح ليهم، وان شاء الله يكون لها تحرك وتجيب لسماح حاجات في جهازها. وبرده الناس اللي بتتفرج معانا عروسه، ويعني لما بيبقى في عروسه كلنا بنفرح وبنشارك وبنجيب، اللي يقدر يقدم لسماح حاجه في جهازها يتواصل مع جمعيه فذكر. وتاني يا ناهد مامه سماح لو بتتفرجي علينا، احنا كلنا بنشارك ان احنا نفرح بنتك، لو كنتي مشيتي وسبتيها قدامك الفرصه انك تصلحي ده وتبقي جنبها في اهم يوم في حياتها، يوم فرحها. شفنا طبعا التقرير وشفنا الحالات، وزي ما بنقول ان احنا في السنة الجديدة نفسنا ونتمنى ان كل الحالات اللي احنا زعناها كلها حالها يتغير من حال لحال تاني احسن، يعني بكل مجهوداتنا وبايدينا نقدر ان احنا لو كل واحد حط حاجة ولو بسيطة نقدر ان احنا نجمع لهم ونفرحهم ونغير حياتهم، وتبقى سنة فعلا زي ما عمالين ندعي كلها خير وستر وصحة ورزق على الكل يا رب. والله نقدر نعمل، عارفة لو نقطة بس واحدة بس، اللي احنا نراعي مشاعر الفقراء بس، انا مش عاوز اكتر من كده. عارفة مراعاة، انا دايما اقول للناس كده، بقول والله زي ما بتروح بتشتري وبتلاقي حد مسكين فقير، بدل ما انت بتشتري 2 كيلو 3 كيلو مش عارف ايه، فالتاني بيقول لك والله ربع كيلو، قول له والله لا 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 كيلو وانا دافع، ده من باب الهدية، اعملها كده من باب اللي انا وولادي عاوزين بركة موجودة في حياتنا. بنت زي دي محتاجة انها تنستر، يعني محتاجين اللي احنا نستر. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. اولا الخير ده يعم على انا خلينا اقول بقى الخير ده يعم على بفضل الله عز وجل على برنامج بيت دعاء، بفضل الله احنا ندل على خير، يعود على القناة اللي هي قناة تن، يعود عليها بالخير إن شاء الله، والقائمين عليها ربنا يبارك فيهم لأنهم سبب في الأسباب، لكل القائمين حول يعود، لأن كلنا بندل على إيه؟ ندل على الخير. نحن الآن يا أخوانا محتاجين اللي احنا نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. بنت زي دي أنا بعتبرها بنتي. طب هي محتاجة إيه؟ إحنا ما بنقولش رفاهيات، إحنا بنتكلم في حاجيات، إحنا بنتكلم في الأساسيات على رأي أستاذة دعاء. فإحنا محتاجين اللي إحنا نعمل إيه؟ نحاول، واحد يقول والله أنا شايل لها البوتاجاز، واحد يقول والله أنا شايل لها الغسالة، واحد يقول لا، عشان نستر البنت دي، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ودايما بنقول الحاجة اللي إحنا عايزينها نعملها، يعني إحنا طول الوقت بندعي بالستر. طيب إحنا نساعد
اللي محتاج يتستر. صحيح. علشان ربنا يسترنا. نعم صحيح صحيح. يعني هو كان احد الصالحين يقول كده، اللي عاوز حاجه من ربنا، من اراد ان يغفر الله له فليغفر هو لعباده، ومن اراد ان يعفو الله عنه فليعفو عن عباده. طب واللي عاوز بقى ربنا يستره، فيستر خلقه، يعني خلق الله عز وجل، يستر عباده، يستر بنت زي دي محتاج انها تتجوز. نحاول ان احنا نساعد قدر الامكان في زواج اليتيمات والفقيرات، نحاول بقدر الامكان نعمل ده. فنحن لما بنعمل خير يا استاذه دعاء كل يوم بقى، انا خلاص انا عندي 365 يوم في السنه، لو هي السنه الميلاديه 354 يوم وربع يعني في السنه الهجريه، محتاج ان انا اقابل ربي التقرير الختامي في نهايه كل سنه، محتاجين ان انا اقول له يا رب انا جاي لك ب 354 خير او 365 خير، اسال الله عز وجل ان ترضى عني بهذا الخير، محتاجين ده. احنا دلوقتي نشوف كمان تقرير خير ومؤسسة فذكر. اكبر مبلغ مسكتيه في ايدك كان قد ايه؟ هما 500 جنيه. هما 500 جنيه. المعاش ما بيكفينيش، 500 جنيه ما بينفعوش، ولا بيخش لحمه عندي ولا حشوه ولا فراخ ولا اي حاجه، ولا مش عايشه للناس اللي عايشه. انا تعبانه تعبانه من الله، تعبانه من الله. في ناس حلمها سقف، في ناس حلمها وجبه، في ناس حلمها هدمه، واحنا بنزعل على حاجات تافهه وعبيطه قوي. حقيقي بكتشف وانا في اماكن زي دي ان احنا تافهين جدا، وفي ناس مش عايشه بس بتتنفس. بس قولي لي يا حاجه انت ايه قصتك؟ المعاش ما بيكفينيش، 500 جنيه ما بينفعوش، ولا بيخش لحمه عندي ولا حشوه ولا فراخ ولا اي حاجه، ولا مش عايشه للناس اللي عايشه. انا تعبانه تعبانه من الله. انت فين جوزك؟ ولا انت انا جوزي ميت. عندك ولاد؟ معايا معايا الواد، وهو بيشتغل شويه وبيقعد شويه، وعندي البنت برضك عايزه تتجهز، تعبت من الشغل. مفيش. بتقبضي معاش قد ايه؟ بقبض 500 جنيه. بتصرفي ال 500 جنيه ازاي؟ بصرفهم انا مثلا اهو على الاكل. اعمل ايه؟ واقف طول الشهر بقول لك وهاتي وغيرك وغيرك. بتستلفي؟ إيه؟ اه بستلف لحد ما اقبض. وعندما سددتهم خلاص. يعني انت كل اللي محتاجاه مبلغ شهري يزقك في الدنيا. ايوه. وبنتي عايزه تتجه، تعبانه في حياتها. تعبانه، تعبت إيه؟ تعبت من الشغل. شغاله خلاص، قاعده بتقول انا مش قادره، يوم عندها كرشة نفس في صدرها وتعبانه، ولا عندي انبوبه ولا عندي اي حاجه من اللي انت شفتيه ده كله. وحتى التلفزيون محرومه، بقالي 5 سنين ما بتفرجش على التلفزيون زي الناس ما بتتفرج. اشمعنى 5 سنين ما بتتفرجيش على التلفزيون؟ اه التلفزيون مكسور وانا مش قادره اصلحه، مش قادره. اكبر مبلغ مسكتيه في ايدك كان قد ايه؟ هم ال 500 جنيه. ما فيش مبلغ عملتي جمعيه كسرتي في ايدك 1000 جنيه مثلا؟ والله ابدا، اقسم بالله ابدا. يا ريت. انا تعبانه في حياتي، تعبانه وزي ما انتم شايفين، وعيانه وعندي السكر والضغط، وعامله عمليه مسامير في رجلي، ولا بقدر اشتغل ولا بقدر اروح هنا ولا هنا، وعندي عيله بتتجه. اجيب لها منين؟ منين؟ انتوا اصحاب القلوب الرحيمه بقى. اللي علينا وهنقوم بيه ان احنا هنتواصل مع جمعيه فذكر عشان نحاول ان احنا نساعد الست الطيبه دي. حضراتكم لو حابين ان انتوا تقدموا لها الدعم، ارجوكم لو سمحتم لو قادرين ان انتوا تساعدوها تتواصلوا معانا. رجعنا مرة تانية مشاهدينا، وعايزة أكد مرة تانية أن أرقام تليفون مؤسسة فذكر هي اللي موجودة على الشاشة دي، مش أرقام تليفون التواصل مع البرنامج، علشان لو عايزين تتواصلوا معاهم في أي حالة من الحالات اللي احنا بنعرضها نحاول أن احنا نساعدها، أو لو عايزين تتواصلوا معاهم لأي نشاط من الأنشطة المتعددة لمؤسسة فذكر. يعني القائمين على المؤسسة هم اللي هيردوا، مش لنا ولا أنت. لا احنا ما بنردش، احنا ندلوا على أرقام تليفون البرنامج. ايوه نحن ندلوا على فقرة الخير دي، أرقام تليفون المؤسسة. احنا بندل على الخير خاصة في وقت الأزمات يعني. وأنا التقرير برضو يعني تقرير مؤلم، وأنا في النهاية عاوز أقول كما قال الله عز وجل سورة فاطر أيضا، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا، هي معادلة يا إخواننا 3 أركان،
يتلون كتاب الله فأنا بقرأ، فبقرأ منها آيات الصدقات، يعني بقرأ آيات الصدقة، بقرأ آيات الزكاة، صح كده؟ فأنا محتاج إن أنا أطبق، يعني ما أقولش ما أقرأش القرآن وأمصمص الشفاء والله وشوف بقى القرآن حلو إزاي وخلاص وشكرا على كده. أنا هعمل إيه؟ يبقى أنا ما بقولش بس، لكن أنا شغال قولا وفعلا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ده نعمل إيه بقى؟ يرجون تجارة لن تبور، ما لهم يا رب ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ربنا يرزقنا جميعا ويجعلنا الإيد العليا اللي تدي والناس نساعد ونسعد كل الناس يا رب، وربنا يتقبل منا ومن الجميع. بشكرك يا شيخ أحمد في نهاية فقرتنا، وإحنا هنشوف دلوقتي آخر تقرير خير في فقرتنا ومؤسسة فذكر، وأشوفكم مرة تانية مشاهدينا. المطر مطرت علينا وبهدلنا وكهربنا كهربنا. ازاي قادره تستحملي تقعدي في بيت ما فيهوش سقف حاسه بامان؟ ما هو ده اللي موجود، هو ده اللي موجود. طول ما انت عندك سقف وعندك لقمه بتاكلها قوت يومك وصحتك تمام وجسمك تمام، انت كده الدنيا كلها عندك. ام احمد بيتها متسقف بلواح خشب وفي فراغات بينهم، يعني الدنيا لو مطرت هتتغرق هي وولادها في مية الشتاء. قولي لي انت قاعده ازاي في بيت ما فيهوش سقف؟ قاعدين، المطره مطرت علينا وبهدلنا وكهربنا. كهربتوا ازاي؟ قولي لي. كانت الجيران جم يساعدونا وطالعين من على الباب على فوق على السطح، احنا مكهربين. شاب من ضمن الشباب في الشارع في المنطقه الكهرباء وطلع على السقف، ووالدته خارجه راحت ملسوعه برده من الباب. ازاي قادره تستحملي تقعدي في بيت ما فيهوش سقف حاسه بامان؟ ما هو ده اللي موجود. احساسك ايه؟ انا عايزاك تشرحي لي الاحساس كده وانا قاعده مفيش سقف فوقي، اصلا ما جربتش الاحساس، اشرحه لي بجد. خوف، واحد قاعد قلقان وخايف، الدنيا تمطر وبهدل العيال كهرب. انا عندي اربع اولاد وعندي طفله صغيره بتسحف لسه بتمشي، في موتور ورا الباب، في كهربا كانت نازل عليها ميه وكنا هنتبهدل. ولادي ابني داخل مسك كان جاي من المدرسه ومسك العمود كان هيتكهرب. طيب الدنيا دلوقتي بعد ما خلصنا معاكي تصوير ومشينا شتت مطرت، بتعملي ايه؟ يعني ايه اول تصرف هتاخديه؟ اقل حاجه اول ساعات بروح عندنا، اروح عند الجيران على ما الدنيا تهدى، نقفل على بابنا نشوف دنيتنا فيها ايه لحد ما نشوف، نفضل نمسح في الميه والفرش بنلم كل حاجه، كل حاجه بنلمها في حته واحده على جنب. انت قاعده في الشارع كل حاجه بنلمها في حته واحده، بقينا مكركبين الدنيا. المطره بهدلتنا، المطره نزلت من تحت الباب بيت جواطي وبهدلتنا الدنيا بهدلت. لولا الجيران، جوزي اصلا كان دراعه مكسور، لولا الجيران هم اللي جم وطلعوا وعملوا، ما كانش حد يقف معانا. طيب في الشتاء الدنيا لما بتمطر الدنيا بتتغرق وطبعا بتطلعي تجري بره، في الصيف ايه؟ جهنم. والله جهنم. ازاي؟ اشرحي لي. الشمس في قلب البيت وضربه في الحيطان، الجو حر جدا ومش قادره ناخد نفسنا، والمروحه شغاله ومش شغاله. يعني انت لا مرتاحه صيف ولا مرتاحه؟ والله ولا صيف ولا شتاء. طيب احنا هنتواصل مع جمعيه فذكر ونتمنى ان هم يعملوا لها السقف، وبرده لو حضرتك او حضرتك قاعدين دلوقتي فوقيكم السقف والدنيا تمام، اقل حاجه تقدموها ان انتوا تقولوا الحمد لله على اللي احنا فيه. تاني حاجه لو حابين ان انتوا تساعدوا ام احمد باي حاجه تواصلوا معانا وهنوصلكم بيها. الحمد لله على نعمه الستر. أهلا بكل مشاهدينا. ومرض السمنة من أكتر الأمراض اللي بقت منتشرة في الفترة الأخيرة، ومن أشهر الأعراض اللي ناتجة عنها هي وجود آلام شديدة في المفاصل وفي الظهر مع وجود صعوبة في الحركة والمشي، وأحيانا كتير بيتأثر على أداء المهام اليومية للمريض. عشان كده هنعرف أكتر عن تأثير الوزن الزائد على المفاصل مع ضيفنا دكتور أحمد رأفت المستشار الطبي لشركة بيكس فارما. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك، الله يخليك، أهلا وسهلا. أكيد طبعا يعني السمنة مشكلة
بس كنت لسه انا وحضرتك بنحكي في الفاصل السمنه بتعمل المشكله دي، واحيانا في ناس يعني رفيعين او عندهم نحافه برضو عندهم مشكله المفاصل والعظم. ده حقيقي. ايه بقى الرابط اللي بينهم؟ طيب خلينا نتكلم الاول ان احنا اولا ايه المفصل اصلا. المفصل بيتكون من عظمتين بيكونوا راكبين على بعض، وبيكون ما بينهم اربطه، وبيكون فيه غضروف، وبيكون فيه كبسول محوطه كل ده. فده كده يعتبر اي مفصل في الجسم لازم يكون مكون من اربع او خمس حاجات دول، تمام؟ طبيعي ان المفصل ده حواليه عضلات هي اللي شايله وهي اللي بتشتغل وبتقوم بالاكشن. فبالتالي لو العضله دي ضعيفه بيحصل ان برده العظم بيحتك ببعضه. فده لو الناس برده رفيعه او مش عندها سمنه، بالتالي ممكن برده ان هو عضلاته اصلا ضعيفه جدا، فاللي شايله وبيتحرك بيه هو المفصل والعظم، فبيحصل احتكاك لحد ما الغضروف بيتاكل ويبدا يوصل لمشكله المفاصل. الوزن بقى نفسه بيحصل فيه ايه؟ ان الوزن بيزيد، فطبيعي العضله برده ما بتبقاش القوه بتاعتها تقدر تشيل الحمل اللي زاد، فبيحصل نفس المشكله ان العظم بيبدا يضغط على بعضه ويحتك. طول ما انا بقف او بمشي او بتحرك اللي شايلني بيبقى عظمي ما بيبقاش عضلاتي، فبالتالي الغضروف بيبدا يتاكل ويبدا يحصل مشاكل في المفاصل. دي بقى يا دكتور اللي هي بعدها بتبقى اسمها الخشونه ولا دي حاجه تانية الخشونه هي دي؟ لا هي دي بدايه الخشونه. ان بيبدا اصلا الغضروف يتاكل ويبدا السائل اللي جوه المفصل نفسه يقل. فيبدا الاحتكاك يحصل في العظمه نفسها، فبالتالي العظمه تبدا تتاكل ويحصل فيها نتوءات. بعد شويه كل ما تخبط كل ما يحصل التهاب جامد ويحصل الم اقوى بكتير، لان بقى عظم بيحتك في عظم. فدي اصعب بكتير من اللي يكون الغضروف هو اللي موجود. وعشان كده لازم دايما نحافظ على عضلاتنا قويه، ما نبقاش ضعاف، نحاول نلعب رياضه يوميا. دي حاجه مهمه جدا جدا. يعني الرياضه، هل رياضه المشي تكفي ولا لازم رياضه؟ رياضه المشي مهمه جدا. يعني مش وحشه خالص، بالعكس المشي مفيد جدا لكل عضلات الجسم وبيسخن الجسم وبيطلع طاقه رهيبه جدا. لكن الفكره كلها ان احنا برضو لازم نكون مراعيين عضلاتنا وضعها ايه. انا ما ينفعش اكون بمشي غلط او بيحصل عندي زكه مثلا وافضل اكمل مشي. ما ينفعش اكون بمشي وبتعب من ركبتي واكمل مشي، لازم اشوف المشكله فين الاول واحلها، وبعد كده رياضه المشي رياضه مفيده جدا جدا. كنت قريت يا دكتور ان المشي، يعني دي نصيحه برضو نعرف الصح فيها ايه عشان نعرف المشاهدين، ان المشي في الهواء يعني كرياضه كده هو ده الصح، لكن المشي على الاجهزه مش كويس للركب. هل فعلا دي حقيقه؟ ده حقيقي فعلا. هو المشي اصلا المفروض ربنا خلقنا ان احنا بنمشي الارض، احنا اللي بنسبق الارض. وبالتالي ده المشي الطبيعي. فالصدمه ما بتجيش في العظم او في الركبه بسبب المشي ده، انما المشايه الفكره ان احنا بنلاحق الارض، فالمخ دي ما بيبقاش مترجمها قوي، فبتبقى الخطوه اصلا اسرع وبتخبط شويه في الكعب اكتر، فبالتالي بيحصل صدمه في العظمه كلها لغايه الركبه. فده اصلا المشي على التريدميل مش حلو للي عنده مشاكل في الركبه اساسا. بنحاول نقول له لا التراك افضل، بس لو مضطرين نمشي على المشايه فلازم نلبس كوتشي كويس يكون النعل بتاعه عالي، ما يبقاش واطي او ما يبقاش حاجه رفيعه، وما يبقاش وقت طويل، وما يبقاش سرعه عاليه. نحاول قدر الامكان سرعه معتدله احسن من ايه؟ من ان انا امشي بسرعه واجري والحق الارض. ايوه بس. طيب قول لنا بقى يا دكتور ايه الحل؟ الحل اولا طبعا احنا لازم نتكلم زي ما قلنا كده، العضلات لازم نشوف ايه اللي ضعيف وايه اللي شورت وايه اللي محتاجين نعمل له اطاله عشان نفكه ونخليه يرجع لوضعه الطبيعي. بالعلاج الطبيعي. ده علاج طبيعي. ده لازم ضروري جدا، لان بيبقى في ميكانكس في الجسم لكل مفصل. يعني في عضلات بتشتغل مع الشغل وفي عضلات بتحافظ على الاستابيليتي بتاعه المفصل وانا شغال. فلازم اعرف ايه اللي قوي وقويه اكتر، وايه اللي ضعيف ومحتاجين نقويه، وايه اللي اصلا قصر من كتر ما هو متعود على وضع معين ثابت احنا معودينه عليه، لازم نرجعه للرينج الطبيعي، لان كل مفصل وله رينج. طبعا لازم الغذاء كويس جدا، ان الواحد ياخد الغذاء المناسب لجسمه عشان الجسم يبدا ينتج الحاجات اللي هو محتاجها. وطبيعي الميه بقى، الميه دي من اهم الحاجات جدا بالنسبه للمفاصل، لان الجفاف برده بيعمل نفس المشكله، ان بيخلي السائل يجف ويخلي المفصل جف، والعضلات طبعا بتبقى جافه فبتبقى ضعيفه. فبيحصل الاحتكاك ده وبقوه اكتر، فيعمل التهابات اقوى بكتير. واخيرا بقى ان احنا لازم نحافظ على المكملات الغذائيه بتاعتنا، لازم ناخدها عشان نكمل الجسم بالغذاء بتاعه، لان احنا حاليا ما حدش فينا بياكل اكل صحي، ما حدش فينا بياكل في مواعيد مظبوطه، قدر الامكان الحياه مش مناسبه جدا. فطبيعي ما بقيناش اصلا ناخد العناصر الكافيه اللي الجسم يبني بيها سواء الغضروف او المفصل او اي حاجه. فلازم نحافظ على دي جدا جدا. صح. طيب بالنسبه بقى لشركه بيكس فارما، ايه الحلول اللي هي مقدماها؟ هي مبدئيا شركة بيكس فارما طبعا عملت مكملات غذائيه بالنسبه للمستورده بره، هي عملتها بنفس التركيبه بنفس كل حاجه. مصري؟ مصري، وفي قدر الامكان ان هو ما يبقاش فيه اختلافات خالص، ده هي زي اللي بره بالظبط المستورده، ولكن الاسعار طبعا اقل بكتير جدا جدا من المستورد. فبيكس فارما عملت اربع مكملات غذائيه اساسيين قوي، يعني جوينت بيكس ده للمفاصل، وده بيكون مكون من خمس عناصر: الجلوكوزامين والكوندروتين
والهيلورونيك أسيد والبرومالين والجينجر. فبالنسبة للجلوكوزامين والكوندروتين دي المواد اللي الجسم بينتجها عشان يبني بيها الغضروف أصلا. فاحنا بنديها له من برة عشان يبقى عنده مخزون، فلما يحتاج مش محتاج كمية كبيرة ينتجها ويلاقي المخزون يبني بيه الغضروف. لكن لو حتى برضو احنا لو عند جسمنا بينتج، فاحنا لما بناخده كوقاية فده بيحافظ على ان المخزون بتاعي يفضل دايما فيه موجود، فما يحصلش نقص، لان ممكن الجسم نفسه يبقى انتاجه اقل، كل واحد مختلف عن التاني شويه. حسب برضو الوير انتير، انا بستهلك الجوينتس كتير فمحتاج كميه اكبر. الماده الثالثه اللي هي الهيلورونيك اسيد، وهو ده السائل اللي موجود ما بين اصلا المفصل نفسه اللي هو الهيلورونيك اسيد، فده برضو بيبقى موجود جوه التابلت عشان خاطر يحافظ على ان السائل ده ما يقلش جوه، فما يحصلش احتكاك اصلا، لان هو ده اللوبريكنت او العامل الاساسي اللي ما بيعملش احتكاك اساسا. بالنسبه للبرومالين فده مستخلص من الاناناس، ودي ماده مضاده للالتهابات، فده حتى اللي عنده مشكله في الركبه وبتلتهب او عنده خشونه لما بياخد الجوينت بيكس بيبقى الموضوع لا مفيش التهابات مفيش ورم بيهدى الالم، لان كمان الجينجر هو مسكن طبيعي اصلا واللي هو الجنزبيل او الزنجبيل فهو بيبقى اصلا مسكن طبيعي، فهو موجود معاهم برده عشان ما يحصلش ان في اي الم اصلا. ده بالنسبه للجوينت بيكس. بالنسبه للي بعديه على طول بقى، هم عاملين في دي بيكس، وده فيتامين دي، وده مهم جدا جدا لان هو ده الاساس ان العظم يبدا ياخد كالسيوم ويرتبط بيه، من غيره مش اصلا هو مهم جدا جدا لحاجات كتير. فيتامين دي مهم جدا لحاجات كتير اصلا، فايتال لايف كلها عامه. بس هو الاساس كمان بالنسبه للعظم هو مهم قوي قوي، لان هو ده اللي بيخلي الكالسيوم يرتبط بالعظم، من غيره مش هيحصل ارتباط. حتى ساعات كنا بنلاقي لو حد محتاج ياخد كالسيوم لازم يقولوا احسن كالسيوم اللي تاخد الكالسيوم زائد فيتامين د. بالظبط. ليه؟ لان من غيره مش هيحصل اصلا الكالسيوم، الجسم هياخده مش هيمتصه، هيسيبه ينزل عادي جدا ويخرج بره الجسم لانه ملوش لازمه. وفيتامين دي وجوده ان هو اللي بيعمل بايندينج للحته دي ويخليه يخش جوه العظم فيبدا يبني العظم بيه اكتر. في بعد كده عاملين السي دي زد بيكس، وده برضو عشان خاطر اللي هو كالسيوم زي ما احنا قلنا، كالسيوم سيتريت كمان مش كالسيوم كربونات. كالسيوم سيتريت دي الماده الكيميائيه السهله في الهضم للكالسيوم، ما بتوجعش المعده خالص، ما بتعملش اي التهابات، فبالتالي هي امنه تماما لاي حد ان هو ياخدها، حتى لو على غير ريق الصبح مش هتفرق معاه، مش هتتعبه خالص، لان في كتير انواع من الكالسيوم بتتعب جدا شويه وبتبقى مجهده في الهضم شويه، بتبقى تقيله شويه الكالسيوم سيتريت مش تقيل خالص، بل بالعكس ده هو مريح جدا ومش هتحس ان انت خدت اي حاجه خالص. واخر حاجه بقى اللي هو الالب مالتي فيت، وده مالتي فيتامينز اللي هو فيه بقى كل الفيتامينز اللي الجسم محتاجها، سواء فيتامين بي سواء فيتامين سي والزنك، وكله بقى كلها موجوده في الالب مالتي فيت. دي المكملات الغذائيه بقى للجسم كلها عامه اللي بتحافظ علينا عندنا نشاط قوه تركيز، وفي نفس الوقت ان ما يحصلش اي مشاكل في العظم او في الغضروف تماما. ده كده الكورس بتاع العظم بتاع بيكس فارما. طيب ده يتاخد لو حد عنده المشكله ولا للوقايه كمان؟ لا، هو الافضل كمان للوقايه زي ما اتفقنا، ان هو اساسا احسن حاجه ان الواحد دايما يقي نفسه من المشكله، لان ساعه وقوع المشكله بيبقى الموضوع صعب ان احنا نعالجه وبياخد وقت شويه. انما لما كنا انا اصلا من الاصل باخد الحاجه اللي جسمي محتاجها عشان يبني بيها، فطبيعي ان انا مش هوصل للمشكله دي. ولو حتى وصلت لها فهوصل اضعف من اللي ما بياخدش اساسا حاجه خالص وبيبقى الدنيا بتتاكل تماما. انما لما اكون انا عندي وقايه فده افضل بكتير، وخاصه الرياضيين الناس اللي بتنط كتير وبتعمل جامبنج كتير وفي زي الكوره والكلام ده، الافضل يكون عنده وقايه احسن، لان هو كده كده الاصابه بتحصل. فطبيعي لما يكون في وقايه، الوقايه خير من العلاج. ده كلمه مهمه جدا يعني. فعلا مهمه. طيب هم موجودين على الشاشه يا دكتور، فحضرتك قول لنا كل واحد فيهم تمام. لو وقايه يتاخد الجرعه قد ايه، ولو علاج يتاخد قد ايه؟ احنا هو الجوينت بيكس اللي هو المفروض اللي هو الثاني واحد من على الشمال، ايوه اللي هو مكتوب ده مكمل أهم غذائي واحد. لا، اللي هو المكمل الغذائي مكتوب جوينت بيكس اكراس مغلفه، ده اهم واحد فيهم، لان هو ده للمفاصل واللي فيه كل المواد اللي احنا قلنا عليها. ده بيتاخد حبيتين في اليوم، ده لو حد عنده واحده بالليل هو مشكلة؟ طبيعي. لا حتى ما عندوش مشكله، هو بيتاخد حبيتين في اليوم عشان الجسم يعمل مخزون من المواد اللي احنا قلنا عليها دي، واحده الصبح واحده بالليل، وممكن الاثنين الصبح حسب اليوم، مش تفرق كتير. تمام. ده بالنسبه للجوينت بيكس. بالنسبه للباقي بقى كله فبتبقى حبايه في اليوم عشان خاطر نحافظ على المخزون اللي احنا عايزينه، وبناخد الديلي ريكومندد دوز اللي هي كده كده معترف بيها عالميا ان هو ده اللي الجسم محتاجه يوميا. وكلهم مظبوطين على الديلي ريكومندد دوز، مفيش اي مشكله فيهم. وكلهم على فكره مواد طبيعيه جدا 100% امنه جدا جدا، ما بتاثرش على اي حاجه خالص، لان زي ما احنا قلنا هي كلها خارجه من الجسم اصلا، احنا بنديها له من بره بس عشان يبقى الانتاج اسرع. هم كلهم مكمل غذائي طبيعي؟ طبيعي جدا 100%، ما فيهوش اي حاجه خارجيه خالص او صناعيه تماما. هنا مثلا مكتوب ان هو بيساهم في تكوين الكولاجين الطبيعي. تمام. يعني ايه؟
ما هو الكولاجين او الكوندروتين، ما هي دي الماده المؤسسه اللي بتخرج الكولاجين في الجسم، هو الغضروف جزء منه كولاجين برضه. فعشان كده هو ده طبعا دلوقتي الترند يعني ان كل الناس بياخدوا كولاجين كله حبوب عشان الوش تمام يعني والشعر ما هو لا الكولاجين ده اكتر تجميل يعني. موجه اكتر للحاجات دي يعني بيبقى اصلا معمول بصيغه كيميائيه معينه موجهه اكتر للسكن وللهير اكتر شويه. انما الجوينت بيكس فهو موجه اكتر للمفاصل، يعني حتى التركيبه بتاعته بتخلي الجسم ياخدها يوديها على المفصل على طول عشان يبني الغضروف ويبني العظم اللي حواليها ويحافظ عليه. هي دي النقطه الاهم في الموضوع، ان كل حاجه وليها برضو تركيبه كيميائيه معينه الجسم بيستخدمها بشكل ما. ما ينفعش ان كل حاجه بتروح في اي حته طبعا. مش معنى ان انا خدت كولاجين مكتوب للجوينت فهيروح للشعر وهيروح للجلد والعكس صحيح. فعشان كده لازم دايما نبقى عارفين احنا بناخد ايه وبناخده عشان ايه. ما ينفعش الواحد ياخد حاجه من نفسه، لازم برضو يستشير الطبيب ويرجع للدكتور بتاعه فيفهم هو المفروض هياخد ايه. دكتور احنا بناخد على طول من للاسف اي حاجه قدامنا للاسف. ما هو ده برضو مش صح، وده برضو من احد الاسباب ان دلوقتي في مناعه من المضاد الحيوي. الناس بتاخد مضاد حيوي بدون اي سبب. ده مش صح خالص. يعني المفروض الواحد يبقى اصلا يعرف المرض والمضاد الحيوي المناسب ليه. انما المشكله ان احنا لا، ناس بتاخد وتجرب وده مش صح. مش صح طبعا لا. وحصل مقاومه جامده جدا دلوقتي، في ناس كتير عندها مقاومه ويبقى المرض ما فيش اي مضاد حيوي بينفع معاه، بيضطروا يعلو خالص لاعلى حاجه عشان يقدر يجيب نتيجه. عودنا جسمنا عليه للاسف. للاسف. بس قدر الامكان برضو نرجع نقول الرياضه مهمه. أيوة. لازم جدا نحافظ عليها، لازم يعني الرياضه شيء اساسي في الحياه. للاسف برضو احنا هنا في مصر ما عندناش الرياضه دي جزء من حياتنا الاساسي. تاني حاجه التعرض للشمس برضو مهم قوي، احنا ما بنعملوش يعني احنا 90% من المصريين عندهم نقص فيتامين دي على فكره بسبب الموضوع ده. رغم ان احنا عندنا شمس مش موجوده في اي حته تانية. ما هو مش بنحبهاش، الفكره ان ليها مواعيد معينه مناسبه. ولازم كمان ان الجلد يتعرض للشمس عشان نمتص فيتامين دي، اللي هو الصبح بدري، اللي هي من مثلا من 6 الصبح يعني؟ من الشروق لغايه الساعه 10 ومن بعد العصر لغايه المغرب. اللي من 10 ل 3 ده او 3 ونص يفضل بلاش، لانه بيبقى معظمه الترا فايلت ريز، ما بيبقاش مفيد قوي، بيبقى مضر شويه فقط يعني. فالرياضه والغذاء دول مهمين قوي، والميه. الميه دي في ناس كتير قوي بتهمل فيها جدا. الميه مهمه قوي قوي قوي، لان الميه جزء من حياتنا احنا، جسمنا معظمه صيف وشتاء. صيف وشتاء، وما ينفعش ان احنا نوصل لمرحله ان احنا نعطش. الواحد لما بيوصل ان هو يحس ان هو عطش، ده معناه ان بدايه الجفاف. فدي مؤشر من الجسم بيقول لك انا بدا يجي لي جفاف. فالمفروض الواحد اصلا يشرب حتى قبل ما يحس ان هو عايز اشرب او عطشان. ده المفروض. طبعا ده ما بيحصلش. لا خالص. والمفروض برضو ان احنا نشرب على الاقل 3 لتر ميه في اليوم. طبعا ده برضو ما بيحصلش. لا خالص. لان الناس بتبقى معتمده ان الميه والعصاير والبيبسي والكلام ده كله بيقول لك انا بشرب، ده مش شرب، ده بالعكس السكر اصلا بينزل الميه من الجسم. فده بيعمل جفاف، فبيعمل بين برضو في الجوينتس على فكره، بيزود الالم. البيبسي والسكر والحاجات دي كلها بتعمل مشاكل جدا في المفاصل. السكريات، السكريات من المواد المضره جدا بالنسبه للمفصل يعني. ايوه ايوه. وفيتامين د بقى اللي هننهي بيه حلقتنا النهارده. فيتامين د دي بيكس هو زي ما حضرتك قلت، هو مهم علشان هو بيخلي الكالسيوم اصلا يمتص يرتبط في العظم. يعني من غيره ما بيحصلش ارتباط، والجسم بيتخلص من الكالسيوم الزياده اللي عنده لانه ملوش لازمه بالنسبه له. وجود فيتامين دي هو البروتين اللي بيخلي الكالسيوم يرتبط بيه ويتكون جوه العظم فيعمل القوه العظميه اللي موجوده. هو مفيد لحاجات كتير بصراحه فيتامين د. ده هو مفيد في كل حاجه. انا بشكر حضرتك جدا في نهايه الحلقه. شكرا يا دكتور، نورتنا في الدعاء. ربنا يخليك. ميرسي جدا. اهلا وسهلا. وبشكركم مشاهدينا في نهايه حلقتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.